سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، مساء الخير. في مطلع الكلام سلام، سلام من القلب لكم جميعا ولكل العشاق والمحبين في عيدهم. شكرا للمشاركة، لمشاركاتكم التي تكبر وتزداد بكم كما ونوعا في كل لقاء. راجين كمركز عربي أمريكي للثقافة والفنون وكمنتدى أدبي أن نقدم دائما الأفضل. برنامجنا اليوم غني ومميز لمناسبة عيد الحب ولنوعية المشاركين فيه. برنامجنا فيه التحليل والشعر والموسيقى والغناء، ونعتذر لخلو البرنامج من مشاركة الجنس اللطيف وعن غير قصد، خط أحمر وعن غير قصد. وحول البرنامج نلفت نظر حضرات المشاركين الالتزام بالوقت المحدد له، الالتزام ليس لإزعاجهم بل تماشيا مع الوقت المعطى لنا من إدارة المتحف، هذه الإدارة التي نشكرها للتعاون بشخص عضو المنتدى الأستاذ رفعت المندوي. بتمنى نحيي له الأستاذ رفعت. في عيد الحب نستهل ونقول، رح أقول شيء إذا عجبكم بتزقفوا وإذا ما عجبكم بتزقفوا. بدي أعمل بالبرنامج مثل ما عمل باسيل بالوزارة بلبنان، بدي أتحكم يعني. أقول عيد للحب يناديني، ما كان قبلا يعنيني، حتى أشرقت في ذاتي لونت كل الأوقات، وولدت حلما وردية لتكوني حبي وصلاتي. سلمت بقلبي يا عمري مفتاح الذات ولا أدري، سلمتك أسرار حياتي. العيد الأول يجمعنا من عرش الله يقربنا لتكوني أقرب من ذاتي. أحياتي حبك يسعدني، يزداد حفرا يسرقني، فسجنت نفسي في قفص لملمت جسدي وشتاتي، لأغلى لأعلن نفسي مملوكا ولأهدي ذاتي عربونا لأجمل حب بحياتي. نكفي البرنامج والله مش عارف. مش عارف. الدكتور عدنان جابر دكتور في علم النفس العيادي كلينيكال سايكولوجيست، يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس من جامعة ديترويت ميرسي، يحمل الماستر في علم النفس من جامعة لورانستيك، يقوم مع عدد من الدكاترة بأبحاث حول الصحة العقلية
وعلاقة الدماغ بالوعي وعلاقة الوعي بالجسد. يعني باختصار، وبعد السيرة الذاتية للدكتور جابر وبعد الانتهاء من محاضرته بنقول الله يستر، الله يستر في أن يستعيد مجنون ليلى بعضا من ذاكرته، أو يضعنا تحت رحمة المثل القائل الحب جنون، أو قول الشاعر قال جننت بمن تهوى فقلت لها العشق أعظم مما في المجانين. مع الدكتور عدنان جابر، والحب في زمن الإنترنت.